سيدنا السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ويكون كل شيء مزيان. الوغ اليوم بغينا نهضروا على واحد المساله اللي هضرنا عليها في اللايف، ولكن ماشي بزاف ديال الناس اللي شافوا اللايف وما قدرش انني نحطوه في يوتيوب. دونك غادي ندير لكم الريزومي بالضبط من الوقيته في الواحد كتخرج ليا الفيزا. مبروك على كاع الناس اللي خرجت اليوم الفيزا، والله يسهل على الناس اللي مازالين كيتسناو. دونك من النهار اللي غتخرج ليك الفيزا وتبدا تقلب على انك تاخذ البيي ديالك حتى النهار اللي غتدخل فيه لفرنسا. دونك هذاك النهار الاول مهم بزاف، واللي غادي نقول لك شنو هما الخطوات الاولى، الحوايج اللي خص الواحد يديرها من الاول. دونك اول حاجه كتبدا ملي كتاخذ الفيزا ديالك كتشوف لا دات دو ديبار اللي عاطينك فيها الفيزا. في الاغلب راه كتكون قبل كاع من لا دات اللي طلبتي ليهم انت على حساب لو كونتكست. اي بيان سور كتدخل كتبدا كتقلب على انك تريزيرف البيي. هنا غادي تلف حنا غتلقى بزاف ديال لي باج اللي كيخرجوا لك، وصراحه اللي معروفين كاينه باغ اكزومبل سكاي سكانر، هادو دي سيت اللي كيعطيوك كيكومباريو ليك لي بيي اللي كاينين في دوك لي دات اللي نتايا اختاريتي. دونك كاين سكاي سكانر، كاين اوبودو، كاين لاست مينوت، كاين دريمز. مي صراحه اللي كنستعمل شخصيا وبسامبل وسهل هو جوجل فلايت. جوجل فلايت كيعطيك صراحه لي فول اللي كاينين اللي راهم ديسپونيبل، اي كيقول لك الا كنتي فليكسيبل شنو هما لي دات اللي تقدر تختار، ويكون لو بري نازل بزاف. دونك الواحد الا كان عنده الامكانيه يمشي شويه معطل، راه كيكونوا لي بري نازلين حيتاش هذه هي لا هوت سيزون. دونك كيكونوا لي بري طالعين بزاف. دونك جوجل فلايت كدير فيه لي دات اللي نتايا بغيتي، حيت تبغي يكون عندكم غير الي سامبل، ما تحتاجش دير الي روتور. دونك في الي سامبل كيعطيك كاع لي بروبوزيسيون المزيانين، وانت كتختار بيان سور الموان شير. دونك هنا في ليو دو ديبار و ليو دو داريفي على حساب اللي كانوا لي بي طالعين بزاف، تقدر انك تغير باغ اكزومبل اللي كاين في مراكش يقدر يطلع يمشي من كازا، اللي مثلا من كازا ولقى فول رخيص من مراكش. دونك الواحد يعرف بلي راه هاد لي بوسيبيليتي راه كاينين، ولكن كتبقى لوبسيون المخيره هو انك تمشي من المدينه اللي انت فيها ديريكتومون للمدينه اللي انت باغي توصل لها. مي عرف بلي راه هاد لا بوسيبيليتي تقدر تبدل لو ليو دو ديبار و داريفي، راه كتنفع انه يقدر لو بري انه ينزل بزاف. باغ اكزومبل واحد اللي غادي لونسي ولقى لي بري طالعين بزاف، راه يقدر يمشي حتى لباري باغ اكزومبل ياك، وينزل ويعاود يمشي يشد التي جي في ويطلع حتى لنونسي مثلا، ولا ميس ولا شي ولا ستراسبورغ الا كانوا لي بري طالعين بزاف. ولكن هنا راه كتلعب على لو كونفور ديالك انه كينقص، واخا كينقص لو بري كينقص مع لو كونفور، هذه مساله طبيعيه. دونك على حساب شنو هما لي بريوريتي ديال الواحد. كاين في واحد الوقيته اللي البريوريتي عندك هو انك ما تصرفش بزاف في ديك الوقيته، حيتاش ما عندكش بزاف ديال ليكيد في ديك المده. كاين البريوريتي الاولى هي الكونفور، سورتو صراحه ملي كنتمو جايين متقلين بهذوك لي فاليز وكذا. دونك هادشي كامل بنهضر لكم غير على البيي، ها هما لي بوسيبيليتي اللي كاينه. دونك ملي تكون كتريزيرفي البيي ديالك، رد البال انهم بعض المرات تيكونوا مكوشين شي لعيبات باغ ديفو، مثلا واحد لاسيغونس اللي ما تحتاجش ليها مثلا ديال لانيولاسيون ما كتنفعش بزاف، حيتاش هذيك الاسباب اللي كتكون انك تقدر دير فيها لانيولاسيون هي اسباب تعجيزيه. دونك دابا عمرك ما تقدر تستافد من هذيك لاسيغونس نورمالمون، دونك تقدر تحيدها، سورتو اللي كان غيمشي مثلا مع اير ارابيا. بالنسبه لي كومباني اللي كاينين بدا نذكركم بهم اللي معروفين، كاينه لارام رويال اير ماروك الى تجنب الواحد كان امكن كان احسن، كاينه اير ارابيا ما كنصحش بها صراحه. من بعد كاينين باغ اكزومبل ترونزافيا، ترونزافيا مزيانين في لي فول ديالهم. كاينه ايزي جيت، كاينه لا موان شير في الاغلب ديال لو كوست هي ريانير. اي ابري شنو كاين، كاينه توي فلاي. توي فلاي كيديروا في الاغلب بون كيديروا دي زيروبور اللي كيكونوا صغار، دونك توي فلاي حتى هي مزيانه. اي كاينه اير فرانس، اير فرانس سيرفيس مخير صراحه، مي كيكون لو بري شويه طالع. كيديروا لي كون ايروبور بحال باري شارل دو غول. دونك هادو هما لي كومباني. كيف قلنا ملي تدخل باغي دير ريزيرفاسيون ديالك كترد البال هاد المسائل انك ما تاخذ الا داكشي اللي بغيتي. دونك ملي كتشوف لي بري ديال لي بيي راه كتلقاهم مختلفين. دونك كاينين دي بيي لي ستوندار، دونك ما فيهمش باغ اكزومبل ما كيعطيوكش معاهم الباكاج، كيخص الباكاج الا بغيتي تعاود تزيدو نتا. السياج حتى هو ما كاينش. اي كاينين دي بري ديال لي بيي اللي تيكون داخل فيهم باغ اكزومبل الباكاج. ملي كنقول الباكاج تيكونوا عاطينك باغ اكزومبل واحد 10 كيلو اللي تقدر تطلع معاك الكابين،
الطياره، كاينه مثلا واحد 20 كيلو ولا 23 كيلو باغ اكزومبل مع لارام، اللي كتكون كتمشي في لاسوت. لاسوت يعني في التحت ديال الطياره، يعني كتصيفطها مع الباجاج، ما كتطلعش معاك الطياره. دونك هاد المسائل مهمه بزاف، سيغتو الواحد ملي كيتم يجي المره الاولى ومهز معاه الباجاج كيخصو يرد البال لهاد الامور هادي. دونك كتشوف انت البيئه شنو كاين فيه، فهمتي؟ حيت بعض المرات يكون احسن انك تاخذ بي اللي داخل فيه الباجاج على انك تاخذ البي وعاد تزيد ليه الباجاج. دونك كيخص الواحد يبدا يكومباري شويه دوك لي بري، كتشوف شحال ديال الباجاج خاصك. الا عندك باغ اكزومبل عاطينك في داك البي 23 كيلو، وانت عارف راسك غتجيب معاك دو فاليز ولا ثلاثه وواحد خصك، دونك زيد باغ اكزومبل الباجاج. علاش خصك تزيد الباجاج تماك؟ حيت الا نسيتي مثلا وكان عندك الباجاج زايد في الايروبور، غتخلص تريبل ديال داكشي اللي كنت غيتخلص باغ اكزومبل في السيت. داكوغ، فهمنا على هاد المسألة. دونك ملي غادي تسالي الريزيرفاسيون، السياج ماشي شي حاجة اللي مهمة تقدر تخلي حتى لآخر لحظة، وراه هما كيديرو لك لاتريبيسيون ديال السياج ديالك، دونك كتكون غراتويت. ما اختاريتي انت ديك الساعات كتكون بالخلاص. امتى كيكون السياج مهم انك تاخده؟ صراحة الى عندك شي غادي مع شي حد وبغيتي تجلسوا حدا بعضياتكم، دونك سينو ما كتختارش السياج، كتخليه هما في الاخر ملي كتسالي راه كيعطيوك شنو هو السياج ديالك. دونك المسائل اللي مهمه هي هذه. فوالا، دونك ملي غادي تمشي ردوا البال، كيف قلت لكم لي برودوي ليكيد ولا شي برودوي اللي فوالا هكا ليكيد، راه من الاحسن انهم يمشيو في لاسوت، ما تكون مغلفهم مزيان باش ما يتهرسش داكشي. حيتاش راه لو كان تشوفوا شنو كيوقع لذاك الباجاج اللي كيمشي في لاسوت وهكا، راه كيتكرفسوا بزاف. وكل واحد الى عنده بيسي شي حاجه اللي خايف عليها كيديرها في الباجاج، مثلا في الساكادو ديالو ولا في الباجاج كابين اللي غادي يطلع معاه للطياره باش ما يوقع ليه والو. سينون باجاج اللي صحيح وكذا كيمشي في لاسوت. على قلت لكم لي برودوي اللي كيتم الاحسن تصيفطو في لاسوت، حيتاش ما كيعطيوش الحق لاي باجاج اللي كيدوز هكاك. يعني كيكون عندك الحق في واحد الساشي ديال 1 لتر، في هذاك الساشي كدير دي برودوي اللي ما كيكونوش فايتين 100 مليلتر، اللي يقدروا يداروا من بعد داك الساشي ديال 1 لتر كتسد عليهم كيدوزوا بوحدهم. دونك الا عندك شي ريحه شي باندو شي عباكة زايد على 100 مليلتر وكذا، راه ما غاديش تدوز، ميم قرعه الماء ما كدوزش تما. دونك كيدوزوا بهاد الطريقه هذه. اللهم الواحد الا عنده دي برودوي بحال هكا يدوزهم في لاسوت. هذه من اهم النقاط اللي كتكون في الكونترول ملي كتبغي تمشي. دونك كيف قلنا كتمشي اول حاجه لونغوجيسترومون، يعني كتعير لونغوجيسترومون في الكونتوار. حيت دابا الى درتي لا ريزيرفاسيون، هذيك اللي غيعطيوك راه ماشي هو البي ديالك، هذاك خير الكونفيرماسيون دو ريزيرفاسيون. كتمشي حتى لايغوبور ومن بعد كتمشي للكونتوار دونغوجيسترومون فين كدير تشيكين، تما كتعطيهم هذاك الكونفيرماسيون مع الباسبور ديالك، اي كيعطيوك البي ديالك وكتحط الباكاج تما اللي غيمشي في لاسوت، اي كتمشي كتكمل من بعد كدوز عند بيان سيغ الديوانه، يقدروا يسولوك واش هز معاك الفلوس ولا لا، ما فيها باس، حيت اصلا لا سوم اللي غادي اللي مسموح بها راها كبيره بزاف. دونك هاد المساله ما يتخوش من يسولوك، وي بيان سيغ اللي عندي من طبيعه الحال واحد ما يكونش من غادي مع واحد 90 مليون ولا ما نعرف شنو، داكشي كيكون شويه ريزونابل. من بعد كدوز عند البوليس، تا هما صافي كيطبعوا ليك، كدوز كتسنى الطياره ديالك. وصلتي فرنسا بخير وعلى خير الحمد لله. اول حاجه كدير هو انك كتستعمل الواي فاي ديال لايغوبور، ديما راه كاين بشويه عليك. سول هضر مع الطاب قول لهم وصلت الحمد لله كلشي هو هذاك. اي كيف قلنا دي معاك شويه ديال ليكيد اللي يكونوا بحال هكا 2 اورو، يكون داكشي اون اسبيس، واخا باش ملي تبي تمشي مثلا تركب في المترو ولا باغي تركب باغ اكزومبل في البيس اللي يديك مثلا تاع السونتر فيل ولا هكا، يلقى عندك الاسبيس، حيتاش في الاغلب ما كيكونوش لي كارت خدامين. دونك بالنسبه عاوتاني اللي باغي ياخذ تاكسي ولا اوبر، صراحه انا ما كننصحش بهم بزاف، حيتاش كيطلع غالي. حيتاش تاكسي فرنسا ماشي هو تاكسي في المغرب، سان غيان افواغ صراحه. تاكسي هنا راه اون فورتون، راه يقدر يديك ما نعرفش شحال، التراجي يكون غير صغير كتخلص فيها يمكن توصل حتى للثمن ديال باش جاي انت في الطياره. زعما الطاكسي كيكون غالي بزاف، واخا على حساب التراجي صراحه. مي الواحد الا كان غير ريزيرفي مثلا بغى تاكسي ولا اوبر، في الاحسن انه يشدو وهو باقي في المغرب، يدخل يشوف يدير ليستيماسيون ديال البري شحال، اي ريزيرفي وهو باش انفو يوصل يلقاه كيتسناه في الايروبور.
اوبر جو بونس راه الناس كتعرفهم، هما انهم ماشي تاكسيات، ما كيديروا خدمه ديال تاكسي، كيكون لو بري موان شير. دونك كتلقى السيد كيتسناك في الطوموبيل، الطوموبيل في الاغلب كتكون مزيانه، اي كيوصلك حتى للبلاصه اللي بغيتي تمشي ليها. دونك هنا بالنسبه للناس اللي راه بتاخد تاكسي ولا اوبر، سينو كاينين لي ترام، كاينين وي كتقدر تلقى الترام بحال الناس اللي غادي تجي باغ اكزومبل تولوز، من تما كاين الترام اللي كيهزك كيوصلك حتى للسونتر فيل، داكوغ. دونك معروفه باغ اكزومبل اللي غينزل مثلا في ديال نونسي ماس، تما كاينه واحد النافيت بالبوس اللي غتوصلك عاوتاني حتى هي حتى للسونتر فيل ديال نونسي ولا ديال ماس. اللي باغي يمشي مثلا ينزل في باري اورلي ولا هكا، كاينه النافيت اللي غتوصلك، سينو تقدر ديرها بالمترو وكذا. دونك هادشي الواحد كيقلب عليه، داكشي علاش كنت درت واحد لا فيديو فيها لي ديفيرون زابليكاسيون ديال ترونسبور اون كومون ديال كل مدينه، اللي بها كتولي كتعرف كدير غير البلاصه اللي انت فيها وفين بغيتي تمشي، وتيقول لك شنو خصك تاخذ بالضبط. في داك الاول كتكون شويه ديال التظاهره، كثرت لي مويان ترونسبور اون كومون، الناس خارجه غير بشويه الواحد يكالمي ويقلب، راه كيشوف غير دوك لي بانو كيقول ليه هنا راه الا مشيتي راه كاين البيوت، هنا راه كاين المترو، هنا كاين كذا، اللي كتمشي البلاصه اللي انت بغيتي تاخذ منها داك المويان ترونسبور اون كومون. دونك هذه مساله مهمه، كتمشي لو ليو ديبرجمون ولا ليو دو لوجمون، ما تخليش حتى تجي حتى لهنا عاد تبدا تقلب فين غادي تمشي، راه والله الا تحس بواحد الحرقه خايبه ويطيح عليك الطيم وتغبن وفهمتي ما مزياناش. حيتاش ماشي بحال المغرب تاع تجي وعاد غتمشي لوطير ولا شي حاجه، لا هنا من الاحسن انك انت تعرف راسك فين البلاصه بغيتي تمشي في ديك الايامات الاولى على الاقل، سورتو دابا انهم كيفرضوا انه الانسان 10 جوغ ديال ليزولمون تكون عنده في واحد لوتيل اللي غيخصو يكون كومونيكا لادريس ديالو لي بوليس دو فرونتيير، حيتاش كيقولوا بلي راها غادي تكونترولا في ديك المده واش راك نيت انت مكونفيني ولا لا. دونك ما عرفتش صراحه كيفاش واش كتابليكا مزيان هاد القضيه ولا، مي الواحد يكون داير بحسابه بلي راه غيمشي وغيستقر في واحد البلاصه في ديك المده. دونك اون فوا صراحه كتمشي كتستقر كترتاح دوش، هادي حاجه مهمه، كتطلب بيان سور الواي فاي تما باش تبقى اون كونتاكت مع الدار، اي سورتو اي سورتو باش تزيد تقلب مثلا على اي بلا مثلا كيفاش ندير ديبلاصا حتى ليكول، حيتاش غيخصك من النقط المهمه اللي تدير هو تمشي باش دير لانسكريبسيون ديفينيتيف ديالك في ليكول، هادي مهمه بزاف حيتاش بهذيك لانسكريبسيون وبالسيرتيفيكات سكولاريتي غتبدا دير بزاف ديال الحوايج، واي ديمارش غتبدا ديرها غيطلبوها عليك، داكوغ. ملي غتبدا تمشي دير لانسكريبسيون ديالك ديفينيتيف غيطلبوا لك واحد اللعيبه سميتها السفيك، اللي كتخلص فيها تقريبا واحد 90 اورو 92 اورو، اللي الواحد يقدر يخلصها وهو مازال ما جاش كاع لفرنسا، الا عنده كارت بحال هكا يقدر يخلصها بها. كاينين دي زيكول اللي اون فوا كتمشي حتى لتما كتقدر تخلصها اسبيس داكوغ، ولكن الا بغيتي ديرها اونلاين غير خصك تبقى جالس كتسنى حتى تخرج لك لا كارت بونكير، يعني هادشي يقدر يتعطل حيتاش كارت بونكير ما تخرجش لك ديك الساعه. دونك الواحد الا لقى انه يبدا هادشي ديال لانسكريبسيون راه كيصيفطوا لكم دي ليان اللي فيهم كيفاش انك على الاقل تحيد عليك اون بارتي كبيره من، وهذاك راه ما غيت اكسبيرش وقت ما خلصتي هذاك السفيك ديالك غيبقى عندك هذاك الكود واحد النيميرو هذاك ولا تبقى محتفظ به وقت ما انت بغيتي دير لانسكريبسيون ديفينيتيف دير. اون فوا كدير لانسكريبسيون ديالتك كترتاح نسبيا حيت كتولي كتعرف لي كوغي متبادين، كتعرف لومبلوا، كتعرف بزاف ديال المعلومات مهمه، كتولي عندك واحد لادريس ديالك، من بعد غيخرجوا لك لاكارت سكولاريتي ديالك، دونك كترتاح. من وراء هذه المساله هذه شنو كيجي؟ كيجي انه الواحد يشوف لوجمون ويشوف لي ديسپونيبيليتي مثلا في الكروس ولا هكا، حيتاش الا كنتي سيغ بلاص بعض المرات احسن من انك تكون، حيتاش تقدر تمشي للكروس ديريكتومون وتقول لهم فوالا انا راه كنقلب وراه ما لاقيش ديسپونيبيليتي، عافاكم واش عندكم شي حاجه، راني واحد راني. بعض المرات يديروا الحل هكا احسن من واحد اللي غادي كونتاكتيهم غير ا ديستونس، واخا. دونك هنا لوجمون كيف قلنا ما كاينش غير الكروس، كاينين دي ريزيدونس اللي الواحد يبدا يقلب ويمشي يسولهم ولا يدور لهم. هنا اون فوا غتلقى الفرصه انك تمشي لشي سونتر دو تابا، سونتر دو تابا هما كتلقاهم بحال الحوانت ديالهم هنايا، يا كتكون مكتوبه عليه تابا، يا كتمشي كتشري كتاخذ كارت ديال لايكا موبيل، هاد لايكا موبيل هي كارت اللي اكدوا لي الناس انها كتكون فابور، تفهمنا؟ يا كتبدا كتشارجيها
كتبدا كتشارجي مثلا ب 5 اورو ولا هكا، وهذا الشيء اللي كتشارجي راه كيكون كافي انك دير دي زابيل. انت هادي غير كارت بريبي فهمت، اللي من بعد نهار غدير لابونمون ديالك غادي تحيدها، ما عندك ما دير بها. دونك اللي غتكون كدور مثلا تسول شي حد، تهضر مع دي بارتيكولي على قبل اللوجمون، تقلب فيها سيغ انترنيت مثلا. دونك حداش النقطة اللي مهمة عاوتاني هي اللوجمون، ما حدك مازال جالس غير في واحد اللوجمون اللي كيتسمى بروفيزوار، راك مازال ما مرتاحش، خصك تاخد اللوجمون ديالك اللي تحس براسك هذاك ان لوجمون بيرمانون مرتاح فيه. دونك هنايا كيف قلنا كاين لو بون كوان، هاد لو سيت عقلوا عليه مزيان، لو بون كوان بوان كوم، اللي غادي تقلب فيه وتلقى دي زوفر. رد البال انك ما تصيفط لا فلوس لا والو، شوف السيد، شوف فين جات لون بلاسمون ديال هذاك اللوجمون، واش قريب ليك، واش مزيان، واش تصور ديجا عاجبينك، اي كتاخد رونديفو مع البروبريتير باش تمشي دير دي فيزيت. اي هنايا راه ماشي اون فوا شفتي الدار وعجبتك راه غيقول لك يلا ها اللوجمون، لا كيطلب لك ان دوسي، بحال كيكونوا دي كونديداتور، انت كتجي واحد اخر تيجي، اي هو كيشوف شكون اللي غادي يقبل. دونك الدوسي خصو يكون عندك مزيان، ديال انك تكون فيه بلي راك تسجلتي في المدرسه، ديال انك عندك باغ اكزومبل دي كارون على قبل اللوجمون، الا ما كاينش راه بيان سور كاينه فيزا اللي مازال ما شفتيش كيفاش ديرها لا دوموند، شوف في لاشين راه كاينه لا فيديو ديالها غادي نخليها لكم نيت في الاخر. دونك هي كيكون عندك بحال كارون ديال اللوجمون، ما كنهضروش على الكارون ديال النهار ديال الفيزا، لا هذا كارون على قبل اللوجمون ديالكم، لحسن انه كيكون في فرنسا، سينو كدير فيزال، واللي ما فاهمش فيزال كتشرح عليه، كتقول له اودي راه هي الكارون هاك، دخل للسيت اوفيسيال اي هو كيرتاح. دونك هادشي بالنسبه لي بارتيكولير، سينو راه حتى لي ريزيدونس باغ اكزومبل بريفي راهم كيطلبوا ان دوسي اللي كيكون. عاد عندكم كاينين لي زاجونس ايموبيليير، هادو كيكون بعض المرات انهم فاردين دي فري ديال الدوسي باش هما عندهم دي لوجمون، ما كتمشيش عند البارتيكولير ديريكت، هما شادين داك اللوجمون عند البارتيكولير اي كيبداو كيدخلوا وسيط باش يكريو. داكوغ، دونك شوف اللوايي شحال غتكون كتخلص في الشهر، شحال غادي تخلص النهار الاول، حداش النهار الاول اش كنقول لكم واحد يجيب معاه شويه بعدا ديال الفلوس في داك الاول، حداش باش تدخل كتخلص الكوسيون. شنو هي الكوسيون؟ هي داك اللوايي اللي عاد تكون كتخلص كل شهر محيدين منه مثلا لي شارج، مثلا كنت انا غير خلصت 360 راه بلا لي شارج غتكون هي 330 مثلا، اي هادي كتعطيها ليه في الاول. كاين اللي كيطلب ديال شهر وكاين اللي كيطلب ديال دو موا، ياك دونك ملي كتعطيها ليه كياخذها بحال ضمانه، واخا عاطيه انت الكارون مي كيطلب حتى هاد الكوسيون هادي باش اوكا او نهار تبي تخرج شي كرسي تقاس شي لعيبه تهرسات ولا هكا كياخذها هو من هذاك من هذيك الكوسيون اللي حطيتي ليه. دونك هادي نقطه مهمه، دونك خصك انت تعرف هاد المعلومات كامله، كتعرف واش عندك الحق في داك اللوجمون انك تستافد من لي زابيل لي زيد بوغ لوجمون ديال لاكاف اللي كيف كنا قلنا هما تقريبا 50% 40%، وراه كاين عندي فيديو في لاشين اللي شوفوه على لاكاف ولا دوموند كامله اللي كدار غير اونلاين. دونك ملي كتشوف هاد المعلومات وكدير فيزيت وكتحاول تقنعو وكذا وكيقول لك اوكي كتدخل اللوجمون ديالك، هادشي كيخصك مثلا في النهار تبروغرامي 4 ديال لي فيزيت 5 داكوغ، باش ما تبقى باش الا جاوبك واحد وكانت اللوفر مزيانه قضي الغرض، ما تبقاش جالس كتسنى، باش انها اي نهار كتزاد كيتزادك راه كيتزادك وسط من اوتيل واوتيل اللي غالي، حداش لوجمون ديال مثلا كاع 330 اورو ولا 350 ولا 400 على حساب المدينه، راه الا جلستيها في اوتيل تقدر في 5 ايام 6 ايام الثمن ديال اللوايي ديال الشهر غتخلصو في دوك لي جوغ ديال سميتو عليه. دونك هنا كيف قلنا درتي لايكا موبيل هذه هي الكارت بريبي، قلبتي على اللوجمون، درتي هادشي كامل، غتجي من بعد هادشي كامل انك تبدا كترتاح وتمشي دير الكونت بونكير ديالك اللي غادي نقول لكم ان شاء الله كيفاش غيديروا ليه. يعني انا صراحه كننصح بزاف انه الناس ينساو كاع دوك لي بنك العاديين ويبداو يديروا كاع دي بنك اونلاين. انا دابا راه جربتهم كاملين، جربت ال سي ال اللي كتسمعوا ليها، جربت البي ام بي باريبا، جربت لا بنك بوستال اللي ما كنصح بها حتى واحد، اي جربت لي بنك اونلاين بحال هيلو بانك ولا بورسوراما اي سا مارش تري بيان. تيقول لك لا بنادم كيكون مخلوع، شوف ما عندك مناش تخاف، انا هيلو بانك دايرها دابا جوج دابا شحال من عام اي مزيانه، دونك هما كاع كيكونوا احسن. دونك كرياسيون ديال كونت بونكير
اول حاجه بدات تطلبها نسيت ما قلتهاش لكم، ملي تكون دخلتي اللوجمون وسينيتي داك الكونطرا دو باي، هذا كيتسمى هو لو جوستيفيكاتيف دو لوجمون، مع بعض المرات تيكونوا لي كيتونس دو لوايي ملي كيسالي الشهر وكتخلص الوايي ديالك، كيصيفط لك واحد الورقه كونك راك خلصتي وتيقول لك ابيل باش تخلص الشهر الماجي، وطو مثلا ورقه ديال الطو ولا ورقه ديال الماء هي كتكون جوستيفيكاتيف ديال لوجمون اللي غادي يطلبوها لك الناس ديال البنكه، غادي يطلبوها لك ملي تمشي تقاد كارت ديالك ديال الترونسبور، هادي تاهي راه عندي فيديو عليها في لاشين دخلوا شوفوها، غيطلبوها لك ملي تبي دير مثلا ابونمون ديال التليفون، دونك هذيك الورقه صراحه ديال لوجمون كتكون مهمه بزاف. دونك لحد الان حاولت نمشي معاك حتى لذاك الاول، دونك ما تبرزطش راسك بزاف ديال لي ديمارش ديال الناس هذه، ركز غير في هادشي اللي قلت لك دابا، ركز غير في هادشي وراه كثير اصلا، ركز في انك تسالي هادشي اللي قلت لك دابا، لانسكريبسيون ديفينيتيف الواي اللوجمون اي الكونت بونكير اللي نقدر ندير عليه حتى حلقه جديده، اي راك غادي تكون مزيان. دونك ما تمشيش انك تبدا عاوتاني تفورسي على راسك. دونك جيبوا معاكم الليكيد باش الواحد يقدر يلقى باش يتحرك، علاش؟ حيت داك لاسون اللي مبلوكي انت وغادي تبدا كتجي لك من المغرب راه غادي تعطل شويه باش توصل. دونك هادشي اللي كاين اليوم، دونك كيف قلت لكم انا النهار الاول راه غنبدا مع بنادم من لا بروسيدور حتى ليطاب اللي تكون قريتي فيها وكتقلب فيها على خدمه. دونك هنا ها هي ليطاب ديال انك وصلتي في فرنسا، مرحبا بك، كل شيء غادي يكون مزيان، كل شيء غادي يدوز مزيان ان شاء الله. لي زيكسبيريونس شي واحد الى عاش اكسبيريونس خايبه ما تقولش بلي راه غادي يوقع ليا نفس داكشي اللي وقع ليه الواحد، اهم حاجه هو انه ياخذ المعلومه ويدير اللي عليه والكمال على الله، واي حاجه راه رخيصه بتعليمها. دونك نتمنى انه تكون فدتكم بشي حاجه في هذا الفيديو هذه، اللي مازال ما ابونيش يدخل يتابونا، انا سام في بليزير صراحه حيت اي سام انكوراج انني نزيد نعطي اكثر. ابونا، فعل الجرس، بارطاجي مع الناس، شي جيم شي كومونتير في الاخر، الا بغيتوني نهضر على شي حاجه اخرى ولا هذاك الشيء هذا لا فيديو نزيد فيها شي معلومات اخرى نزيدها، دونك خليوها ليا في لي كومونتير، راه بيان سور غيعجبني الحال. دونك تبارك الله عليكم، اي نتمنى التوفيق لكل واحد، واللي مازال ما خرجاش ليه الفيزا الله يفرحه ان شاء الله بواحد الفيزا اوكي، والناس اللي قربت تجي الله يجيبكم على خير. السلام عليكم.